Madame B, Madame B Sara دي كانت عندها نفس دي. كان عندها نفس البي ام اللايف ليه؟ لأنها هتكون على عند الكومن سيركت اللي احنا عملناها عند السورس. اللي هي بتساوي نص اكسكيوت اي سكوير فور ار نود بلس ار راديشن. نفس النص اي سكوير دي بتساوي ايه؟ هي بتي سبلاي في ار نود بلس ار راديشن على ار جي بلس ار نود بلس ار راديشن. يبقى دي البي اكسبتد من عند النب. بي اكسبتد دي بقى بتتحول لايه بقى؟ نقول ان البي اكسبتد دي الانتنة هي عبارة عن البي راديشن بلس بي لوس. صح؟ نقدر نقول ايه؟ ايه العلاقة بينهم؟ الكبيرة دي هي نص ماجنتيود اي داش سكوير ار راديشن. اي ماشي بقى في الانتنه اللي هو مش شرط يطلع ار. هو بيقول لك المساله ده هيطلع ار بس مش شرط جنرال يطلع ار. بلس نص ماجنتيود اي داش سكوير فارمو يعني هي عباره عن نص ماجنتيود اي داش سكوير في ار نود بلس ار راديشن. طيب انت عايز تجيب ار راديشن بس او عايز تجيب في راديشن بس تجيبها ازاي؟ تلاقي ان في راديشن بس اللي هي نص ماجنتيود اي داش سكوير في ار راديتد بيساوي البي اكسبتد على ار نوت في ار راديشن مضروبه في ار راديشن يعني بيساوي البي اكسبتد الانتنه في ار راديشن على ار نوت بلس ار راديشن. احنا خدوا احنا هو طالب البي راديشن من انتنا مش البي راديشن من انتنا نجيبها ازاي؟ احنا حسبنا دي خلاص او يعني حسبناها من هنا وقلنا ان هي بتساوي دي. لو عايزين نحسب بقى البي راديشن بس لوحدها فاحنا معانا دي هنضرب ار راديشن على ار نص ار راديشن. ليه عملنا ايه؟ مش واسين لو سمحتوا دي اسال سؤال التانيين يسكتوا حتى لو انت عارف اجابه السؤال غيرك مش عارف ومكسوف يسكت. فاحنا لازم نحترم بعض. ازاي الزيت انبوت مختلف عن الزيت الداتا؟ ماشي الزيت انبوت مختلف مش مشكله.
بس الباور اللي داخله اللي داخله له بقى بيجي لها تختلف. يعني لو افترضنا اللاين ده طوله بقى اطول سنه او اقل سنه الليمبو الكيدنس دي هتختلف، فالباور اللي هتدخل له اصلا هتختلف لان مش هتبقى كده. بس ايا كان بقى الباور اللي هتدخل له دي هيحصل فيها ايه؟ هتخرج منها حاجه. ففكر ان طول اللاين بيفرق في الباور هتدخل له قد ايه، بس ايا كان الباور اللي هتدخل اللاين يكون هو بروسلس كان هو صغير دخل فيها اي ميه طلع نفس الـ. هي ليه ار انبوت هي ار نود بلس ار دي؟ لان دي ار انبوت، لان لما شفنا دي امبيدنس لانها بتساوي سنت لود. فما دام بقت بتساوي سنت لود يبقى هي دي انبوت امبيدنس. لو شفنا الريال برضه بتاعها اللي هو ار نود بلس ار دي. طب معلش في سطر مش هتكون الباب والله داش سكوير هنا عشان الكيس بتاعتنا برضه عليك مش كده. بينو دي بي ايه؟
Minuti, here. Elettro sim. الفولتج اللي هيبقى على الطرفين ده هيبقى في اي كارنت ماشي في الار جي او في الاكس جي، ما
مفيش كارنت تايم فيه، وبالتالي يبقى الاوبن سيركت فولتج هو هو نفسه ايه؟ في جي. فلما اقول لك اوبن سيركت فولتج يبقى هو هو قصدي الفي جي. يبقى الفي جي 10 اوم. والانترنال امبيدنس بتاعته 50 اوم. يبقى الست جي 50 اوم. متوصلين ببعض عن طريق ترانسميشن لاين. ترانسميشن لاين دوت زد كاركترستيك بتاعته 100 اوم وطوله لمده على 4. طول لمده على 4. اول حاجه طالبها ان احنا نرسم الايكوفالنت سيركت موديل. فنرسمها ازاي؟ ادي عندنا في جي وادي ار جي. لو خدت الانتنه
ار راديشن ار نوت 2 بلس ار راديشن 48 يدينا 50. خلينا نكتب كده 2 بلس 48 بلس جي 50. كان في بس ناس سيكشن الثلاث اللي فات عندهم مشكله مع الجنب ده، لسه مشكله موجوده ولا خلاص بتكفي؟ هناك لسه موجوده؟ يا جماعه لسه موجوده ولا ايوه؟ هم بيقولوا لسه موجوده. لو وصلنا لغايه فين؟ 100 ونجي ايه مش عارف ايه؟ معنى كده ان انا لما اجي احسب الباور سبلاي هيبقى بتساوي كام؟ V G square
على ماجنيتيود زد توتال سكوير بار سكوير عشان افرت الاوبتكس انا بيساوي نص السبلاي بالدولة بعشرة على ماجنيتيود زد توتال سكوير يعني كام ار جي دي اللي هي 50 صح وار انبوت 100 والجي اكس انبوت سالب جي 100 فنلاقي ان هو ايه 50 بلس 100 سكوير ده كده الار سكوير والاكس انبوت سكوير اللي هي 100 سكوير الكلام ده مضروب في الار توتال اللي هو ايه 50 بلس 100 على ار
هيساوي اللي احنا حسبناه من هنا ده في 48 على 48 بس. مسألة مهمة رقم 9 دي، في حد عنده مشكلة في أي نقطة فيها؟ أنهي جزء؟ بعد الفيلة دي انا عايز احسب الكبيره دي هي نص اي داش سكوير في ار انا دي بس الاي داش مش هي نفس الار لان في ترانسميشن لاين لابده على اربعه ده مش لابده على اثنين. طب نجيبها ازاي؟ نجيبها برضه من ان احنا بنقول الترانسميشن لاين ده لوسلس. لوسلس يعني بيفيد راحت الانتنه هو البي انبوت للارض. البي انبوت لاين ساعتها نقدر نقول نص اي سكوير دي بقى ليه؟ ان احنا لسه في الايه بتاع اللاين وعايز اقول لك حسبناها صح احنا حسبناها اي اي هنا معينه وده الانبوت ده وده الانبوت امبيدنس بتاع اللاين فهي نص اي سكوير في الار انبوت بتاع اللاين نص اي سكوير في الار انبوت ده تقدر تحسبه بيطلع قيمه بيطلع هو بي سبلاي في الار انبوت على ار 2 البي انبوت البي اكسبتد دي بقى خلاص وانس ان انت حسبتها تقدر تقول ايه مجموع حاجتين الباور راديتد والباور لوس فانت مجموعهم هو نص اي داش سكوير في ار راديتد بلس ار لوس وانت عارف ان نص اي داش سكوير ده هو البي اكسبتد على مجموع ريزيستنس فتقدر تقول ان البي راديت اللي هي نص اي داش سكوير في ار راديت هي البي اكسبتد على مجموع ريزيستنس مضروبه في ار كانها زي باور ديفايد بس هي مش فولتج ديفايد مش الانبوت فيها ايماجينري لا ايماجينري برضه احنا ليه ما بنقولش الباور اللي حصل ان دي باور دي اللي دخلت في اللاين الباور اللي دخلت في اللاين هي الريال باور اللي حصلها في لون من اللاين الايماجنري باور ده مش تطلب دي ريكتيف باور او ستورد انرجي مش ريال باور اللي دخلت في اللاين ستورد انرجي في اللاين في ستاندنج كويفلت في اللاين